الفن الكردي أحد رواده المعروفين، وهو الفنان جهاد تلباك الذي ترك بصماته في مجال التمثيل والإخراج على مدى أكثر من 40 عاما من مسيرته الفنية، حيث ساهم خلالها في تطوير ورفض الحركة المسرحية الكردية بأعمال فنية قيمة. فارس المجد والتفاصيل. بعد الكاميرا ريكورد جاكيت كيو. نجم فني لا مع يهوى في سماء الفن الكردي. بعد صراع مرير مع مرضه غادرنا الفنان الكردي المبدع جهاد دلباك إلى مثواه الأخير. جهاد زوراب أحمد المعروف بجهاد دلباك ولد عام 1948 في كركوك، أكمل مراحل الدراسة فيها. كانت أول أعماله الفنية جيان الفتاة الخرساء في مجال المسرح، وكان أول أعماله التلفزيونية بهاري دزراو الربيع المسروق، وذلك في العام 1972. أنا تعرفت على جهاد تلباك عام 1970 وعملنا سوية في الأعمال التي قدمت مع الدكتور سلمان فايق في كركوك، وتزامنا وبقينا نعمل سوية معه في حقل المسرح، وثم التجأنا إلى حقل التلفزيون وعملت معه في مسلسل كركوك 4، وكان فنانا مبدعا وفنانا وإنسانا قبل أن يكون فنان، إنسان صديق الكل وإنسان يحب الخير للجميع، وكان فنانا مقتدرا ضحى في شبابه من أجل تطوير الحركة الثقافية والفنية في كردستان عموما خصوصا وفي العراق عموما. شارك المبدع الراحل جهاد دلباك في أعمال مسرحية عديدة وأعمال الدراما التلفزيونية، دخل إلى قلوب وذاكرة المشاهدين في عمله الدرامي جالا. جهاد دلباك المسرحي، الممثل، المخرج، التلفزيوني، الكاتب، المؤلف، كلها تنجمع في جهاد دلباك الذي خدم الحركة الفنية والثقافية في مدينة كركوك لمدة 40 سنة. ها نحن نودعه ونتمنى أن يدفن في مدينة كركوك وفي ثرى وتراب كركوك، لأنه هو الذي عشق كركوك، وها هو الآن يموت غريبا بعيدا من كركوك. لذا أمنيتنا أن يبقى جسده في كركوك بعد أن تاهت روحه في ألمانيا. سأعود إلى العمل الفني. هذه آخر الكلمات التي نطق بها الفنان الراحل بين الأهل والأصدقاء. قدم جهاد دلباك أعمال فنية خالدة، وبعد مقارعة شديدة لمرضه وفاه الأجل في 25 أيلول الجاري في إحدى المستشفيات الألمانية عن عمر يناهز 65 عاما. فارس الماجد، فضائية كركوك. في موضوع